انهيار جزء من جدار صف دراسي على الطلبة. مؤذن يفارق الحياة بعد أن أذن لصلاة الفجر. نجت سيدة بعجوبة بعد إغمائها وسقوطها على قطار. والمزيد في هذه الحلقة من يو تريندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم. بعد حادث البصرة المأساوي والفاجعة اللي هزت العراق، انتشر الخوف والقلق بين الأهالي والكوادر التعليمية في مناطق مختلفة من مدن العراق. أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مواطنون عبروا عن حذرهم وخوفهم من تكرار حوادث كهذه، وأيضا محاولاتهم إيجاد حلول لحماية الطلبة. من بين هذه المقاطع انتشر فيديو من أبو الخصيب لمدير مدرسة قام بتنظيم الطلاب ومرافقتهم لعبور الطريق بحذر شديد حفاظا على سلامة الطلاب. شوف شيخ العربان شارع عام، هذا المدير خطير أو المدرس هو اللي يعبرهم به، لا جسور شارع عام، يعني تفتح باب المدرسة بشكل الشارع. البصرة بالقصيم مدارس الحمزة. فيديو آخر منتشر من الموصل كشف أيضا عن المخاطر اللي يتعرض لها الطلبة أثناء عبورهم الشارع نتيجة عدم توفر الخدمات الأساسية لحمايتهم وحفظ حياتهم. لاقى هذا الفيديو تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعالت الأصوات المطالبة بحماية الصغار من مخاطر الموت نتيجة غياب شوارع وجسور مشاة آمنة للعبور بسلام. تصير بينا كارثة مثل البصرة. مواطن من محافظة ديالى يناشد لإيجاد حل لطلبة قضاء المقدادية عند عبورهم من أحد الشوارع العامة، ومحذر أيضا من تكرار حادثة البصرة. لنشاهد سويا. سالفة البصرة لو سوينا حل، لو احنا نسوي حل في ديالى هاي الجهال، احنا راح نعبرهم. احنا عمرايد رحم الله والديك، انت امين انا اشيلهم كل لهم هاي يومين عمراد يعبرهم. اي والله هاي شارع عام، هاي شارع هذا دولي، هذا مو مثل البصرة فرعي، هذا دولي. يلا تعال عرفت يقطع عيني عبد الله يقطع عيني سوونا حر رحمة علاتكم. هذا تقاطع برشته، تقاطع برشته يربط محافظة بغداد، محافظة البصرة، محافظة كرتوت، محافظة النجف، هاي ناحية كلها أفرع، هاي مدارس هنا ثلاثة مدارس أربعة، وما حد مجلس هاي نحل. سوونا حر رحمة على والديكم، الناس المسؤولين رحمة الله والديكم. السلام عليكم ورحمة الله. تعليقات كثيرة جاءت تطالب بإيجاد حل لحماية الطلبة. ماهر فاخر كتب في منصة أكس يقول: الأخوان في كل العراق يجب تبليغ دوائر البلدية بشكل رسمي لوضع مطبات أمام جميع المدارس، وإذا كان شارع كبير عام رئيسي وضع جسر عبور للمشاة لغرض عبور آمن للطلبة الصغار حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث الكارثية. هذا هو الحل الأفضل. أبو محمد السعدي كتب يقول: يا عالم يا ناس، مناشداتكم لا توصل ولا تلقى من يسمعها أصلا. الحل اخدم نفسك بنفسك وأوجد حل لحماية أطفالك. هو لو تجول للواقع ترى كلنا حياتنا ما بها أي قوانين سلامة، بس الله الحافظ. نورة الستار كتبت: يومين والكل ينسى والكل يسكت، هذه مو أول كارثة مرت علينا،
ليش الكوارث اللي قبلها لقوا حل يحمي الناس؟ لا طبعا، ولا راح يلقون، آخر همهم الشعب وسلامته. أيضا مشاهدينا، تم تداول فيديو من بغداد لرجل أمن قام بمساعدة طفل صغير على عبور الشارع حرصا منه على سلامة هذا الطفل، في تصرف لاقى إشادات واسعة من المتابعين. من بغداد وهذا الفيديو ننتقل إلى السليمانية، وفيديو أظهر مؤذن في منطقة رابرين فارق الحياة بعد أن أذن لصلاة الفجر. من النجف أيضا انتشر فيديو يظهر إصابة منتسب من أمن الملاعب بجروح خطيرة بعد سقوط إحدى بوابات ملعب النجف عليه. فيديو آخر انتشر أيضاً في الترند العراقي قامت بنشره هيئة النزاهة، يظهر لحظة إلقاء القبض على عقيد في شرطة كركوك متلبساً باقتراف جريمة الرشوة. لنشاهد الفيديو سوياً. السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المختص بالنظر بقضايا النزاهة، تم ضبط العقيد المنسوب إلى مركز شرطة دوميز، ضابط تحقيق متلبس باستلام رشوة لقاء إنجاز معاملات الموضوع. الله يعافيك. تعليقات كثيرة أيضا جاءت على هذا الموضوع. مصطفى كامل قال: يعني بشرفك يا عقيد، راتبك قليل حتى تأخذ رشوة على مدشقت 250 ألف، شوهت رتبتك ومكانتك، شنو الفائدة من هيش تصرفات؟ مدمرتونا ودمرتوا البلد بتصرفاتكم. سيف المهندس: موضوع الرشوة ما ينحل إلا بالتحول إلى الحكومة الإلكترونية بشكل كامل، بحيث حتى المحاكمات والشكاوى تتم عن بعد. أحمد مهدي: الفساد عندما يغزو المؤسسات الأمنية، فإلى أين يلتجئ المواطن؟ راتبك خير من الله وتقدر تعيش بكرامة، في نفسك وتوكل جهالك المال الحرام ليش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من هذه التعليقات مشاهدينا نعود مرة أخرى إلى واقع التعليم في العراق، وفيديو أثار ضجة كبيرة أظهر انهيار جزء من جدار أحد الصفوف الدراسية على طلبة في إحدى المدارس الثانوية في الديوانية. شاهدوا معي. كالعادة تعليقات غاضبة كثيرة جاءت على هذا الفيديو. محمد علي كتب يقول:
في العراق من طلب العلم وقع عليه الحائط. الغريب انه مبقيهم بالصف، شنو ينتظرون تصير فاجعة بعدين يطلعون الطلاب؟ المفروض الغاء الدراسة بهيش مدرسة، ارواح الناس مو رخيصة. وفاء الحسيني في العراق، لا نحتاج الى حروب او قصف او حصار حتى تموت الناس بالجملة، نحتاج فقط ان نذهب الى مكان ترفيهي او أن نحضر عرس او ان يذهب الاطفال الى مدارسهم. سترك يا رب. ومسامة الحيدري، هذا حال اكثر المدارس الحكومية، يومية تنهار مدرسة على طلابها. بلد النفط والخير، حايرين بس يخلون بجيوبهم حكومتنا الموقرة. هذه كانت مشاهدينا أيضا بعض التعليقات اللي جاءت على الفيديو اللي شاهدناه، وهذه كانت بعض المواضيع اللي تم تداولها في الترند العراقي. للمزيد من أحداث وقصص السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، عمل الصحفي والناشط صالح الجعفراوي على تغطية القصف والمجازر التي يخلفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع المحاصر، وأيضا نقل الصورة إلى العالم ليرى بشاعة ما ترتكبه إسرائيل بحق أهالي غزة. منذ ذلك الوقت سعت حسابات إسرائيلية كثيرة تشويه صورة صالح والنيل منه أيضا، ففي السابق طالبت حسابات إسرائيلية بوضعه على قائمة الاغتيال. حسابات أخرى أيضا كانت تنشر أخبار عن خروجه خارج غزة. وآخر هذه المحاولات ما نشر أمس ما قام بنشره أمس حساب إسرائيلي عبر منصة أكس لشخص يدعى إيلي ديفيد، قام بنشر تدوينة ادعى فيها أن جعفراوي كان يعمل مع الاحتلال كجاسوس. ليخرج صالح بمقطع فيديو عبر حسابه في انستغرام يرد فيه على هذا الادعاء. ماذا قال؟ نشاهد. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أكثر من 6 أشهر، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بشن حملات تشويه وتحريض علي عبر وسائل الإعلام العبري وبشتى الطرق، يعني مرة يهددوني بالقتل ومرة يحكوا إنه لم فلوس وشغد على قطر وتجوز في قطر كمان، منحمة قالوا إنه خلفت كمان. والمرة الأخيرة واللي هي بصراحة الحملة الأضخم والأكبر، الاحتلال الإسرائيلي قاعد يروج إنه أنا عميل. بصراحة أنا ما حعقب على الموضوع لأنه أصلا الموضوع تافه وما بيستاهل أن أعقب عليه، بالعكس والله أنا جدا مبسوط أنه خليت إعلام كيان كامل يشتغل على موضوع تشويه صورتي. بس حاليا قنوات إعلامية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام بس عاملين حملات تشويه لصورة صالح الجعفراوي. حاب أحكي لكم أنه أنا حاليا موجود داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. إلى فيديو آخر مشاهدينا منتشر من غزة لطفلة فلسطينية تبكي عند امرأة شاب يشبه والدها المفقود منذ بداية الحرب في غزة. هاي أنا كنت بوزع للأطفال، تمام؟ لو شوكولاتة مصاص، بس للأسف ما كان إلها نصيب إنه هي تأخذ. فبتفاجأ إنه صارت تعيط وتبكي، فبسألها سؤال ليش؟ السؤال ليش أنت صرت تعيط؟ عشان أنا شبه أبوها، تخيلوا لوين. بإذن الله لغير يوصل لها أحلى هدية، أحلى من اللي راحت إن شاء الله. أعملوا بايلة كمان من غزة مشاهدينا. وهذه الفيديوهات ننتقل إلى فيديو من عمان تصدر الترند في الأردن لرجل قام برمي نفسه أمام سيارة في حادث سير مفتعل كشفته كاميرا المراقبة في أحد المنازل. مشاهدينا من هذا الفيديو ومن الترند العربي ننتقل إلى الترندات العالمية، ونبدأ مع مقطع فيديو جديد نشر للحظة وقوع زلزال تايوان. يظهر سقوط الصخور من أعلى تلة بسرعة كبيرة على السيارات،
وأظهر الفيديو أيضا تحطم إحدى المركبات وكادت صخرة تسقط فوق أحد السائقين. لنشاهد. إلى فيديو آخر من أمريكا لناشطين رفعوا لافتة الصمت يعني الموت وهتفوا لفلسطين، الأمر اللي أدى إلى طردهم من كاتدرائية القديس باتريك في نيويورك. من أمريكا إلى بريطانيا، كونوا أقوياء، رسائل من أطفال بريطانيين لأطفال غزة خلال مشاركتهم في مظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية على القطاع. Keep being strong. You've been through a lot. The war in Palestine is horrible. Yeah, it is horrible. Oh, I'm so sorry. I'm sorry, my love. If you met a kid in Palestine, do you have a message for them? Yes. What would you like to say? That I am fighting for you and you're doing the right thing. And what would you say? I would say I would bring you food and I would bring you to my country. My love. Free, free. Palestine. من بريطانيا أيضا انتشر فيديو لنشطاء تظاهروا أمام مبنى شركة البيت سيستمز في مدينة شينستون احتجاجا على تزويدها إسرائيل بالأسلحة. مشاهدينا، بعيدا عن هذه التظاهرات الداعمة لغزة، ننتقل الآن إلى فيديو منتشر من الأرجنتين يظهر نجاة سيدة بأعجوبة بعد إغمائها وسقوطها على قطار. لنشاهد. من تركيا انتشر فيديو لطريقة غير مألوفة يقوم بها جامع في اسطنبول لحث الأطفال على حب الصلاة والمواظبة عليها. ما هي هذه الطريقة؟ لنشاهد.
من تركيا أيضا، كاميرا المراقبة وثقت لحظة اندلاع الحريق في الملهى الليلي في اسطنبول، واللي أسفر عن مقتل 29 شخصاً.